موضوع غريب كده، هنقفل بيه الملف ده قبل ما نروح في الدقائق المتبقية إلى ما يجري في فلسطين. يعني موضوع تجارة المخدرات، الحقيقة كلام عجيب جدا عن زيادة نسبة تهريب المخدرات بين القاهرة والمحافظات، و للأسف يعني للأسف الشديد يعني أنت تستشعر إن في رعاية لهذه التجارة. شعب بلا وعي الحقيقة هو شعب سهل القيادة، شعب بلا وعي هو سهل القيادة. وطبعا الشكاوى بتيجي من ناس كثيرة جدا على فكرة إن المخدرات الآن بقت تتباع عين عينك، وهي القصة كلها إيه؟ القصة كلها محتواها سياسي. أنت بتستخدم البلطجية في عمل سياسي، وهو لما بيبقى في مظاهرات بجيبهم زي اللي حصل في 11/11 كده. طيب أنت جبت الناس دي عشان تحفظ لك الأمن للنظام، طب الناس دي عايزة تتراضى بعد كده، مش هتقدر توزع عليهم فلوس، فيبقى إيه؟ تسيب كل واحد ياخد يدبر حاله. يدبر حاله إزاي؟ يقف يبيع مخدرات. جاني والله فيديوهات وحاجات لناس كتيرة جدا بتتكلم على المخدرات بقت في الشارع كده، واقف عادي جدا يبيع في الشارع. ليه؟ لأنه محمي يا باشا، ما هو الضابط عارف بس سايبه، الباشا بتاع أمن الدولة قال له ده بتاعنا بس سيبه بقى زي ما أنت عايز. فخلينا نشوف هذا الإنفوجراف عن تهريب المخدرات داخل مصر، القصة عاملة إزاي. مع ازدياد الأخبار والتقارير حول تهريب وتجارة المخدرات في مصر، كشف موقع أخبار الغد عن تفاصيل صادمة حول عملية تهريب الحشيش بين محافظتي أسيوط والقاهرة. تاجر مخدرات يقوم بتهريب ونقل الحشيش بين أسيوط والقاهرة أكثر من 16 مرة بدون توقيفه. نجح في تهريب الحشيش عبر القطارات وأجهزة الكشف في محطات السكك الحديدية دون أن يتم اكتشافه. كان يستخدم حقيبة سفر أكبر من مقاس جهاز الكشف عبر الأشعة السينية، مما جعله يتجنب الكشف عن المواد المخدرة التي يحملها بسهولة. وكان يعتمد على تفوق قوات الشرطة للكشف عن المخدرات عن طريق استخدام الكلاب البوليسية. كان يتلاعب بحاسة الشم الكلاب البوليسية عن طريق تغطية رائحة الحشيش برائحة الشطة، حيث كان يقوم بدهن لفات الحشيش بالسمن البلدي والشطة وتغليفها بغطاء بلاستيك مخروم لإصدار رائحة الشطة. وأكد مصدر قيادي رفيع في وزارة الداخلية المصرية رفض ذكر اسمه أن هناك احتمالية لتورط بعض أفراد الشرطة في الفساد، لكنه نفى صحة كلام تاجر المخدرات بشأن الكلاب البوليسية، حيث يوجد سلاح كبير لتدريبها في وزارة الداخلية. وأضاف المصدر إلى أن الفساد داخل الأجهزة الأمنية دائم الحدوث في العديد من البلدان وليس في مصر فقط، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التجاوزات وتحقيق العدالة.